دلوقتي هنروح مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر رجب لعام 1444 هجرية بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لحسابات الدار على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. النهاردة هينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان أمسية ثقافية عن علم الفلك، وده بمتحف ركن فاروق بحلوان. الأمسية هتتضمن استطلاع هلال شهر رجب مع الحضور عبر تلسكوب من داخل حديقة المتحف، والدخول بالمجان. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 3 مباريات في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون الساعة 4، وليدز يونايتد مع برنتفورد في نفس التوقيت، والساعة 6:30 هيلتقي أرسنال يونايتد مع مانشستر يونايتد.